السلام عليكم ورحمة الله. تحية ودية ويعني للمنابر الإعلامية التي رافقتنا طوال هذه 4 سنوات من أجل المطالبة بالوظيفة. هو مطلب مشروع، يعني لا نطالب بشيء تعجيزي فقط، نطالب بالإدماج في الوظيفة العمومية. كنسأل هاد الحكومة اللي يعني كتجاهل هذا الملف ديالنا، إلى متى هذا التجاهل؟ هل نحن أبناء غير شرعيين لهذا الوطن؟ هل نحن مغاربة بالهوية والسلالة فقط؟ نحن كنطالبوا بالخدمة ومن حقنا نشتغلوا، لأننا يعني الأبحاث ديالنا كانت بمشرف جدا تحت إشراف أساتذة أكفاء ومن كليات يعني معترف بها. فلماذا احنا هذه الكليات إلا كانت غادي تخرج دكاترة وتخصيهم من الشغل فبلاش، علاش احنا من الافضل انكم تقفلوا الكليات وترجع تحت يعني يدخلوها غير الناس اللي هما في المتناول. اما الناس اللي غادي يتقصاو وغادي يصبحوا مشردين، حنا دابا دكاتره خجل اقول نحن دكاتره معطلين، نحن اقصيين من الحلم، كسروا ارواحنا قتلونا، يعني احنا كنموتوا موت بطيء. وفعلا قمنا باشكال نضاليه مختلفه لامست القلوب والعقل، ولكن للاسف لا حياه لمن تنادي. يعني لبسنا الاكفان تعبير عن موت شهاده الدكتوره واحتضارها، وحنا الان رانا نحتضر، حنا لا برا غير جثث هامده كنتمشاو فوق الارض. الناس كتطلب الترقيه وكتطلب تحسين وضعيه، وحنا دون يعني وضعيتنا في الدون، حنا صفر درهم، كيفاش غادي نعيشوا في هذا الغلاء وحنا عندنا صفر درهم؟ كيفاش غادي نواكبوا هذه الحياه اللي كل يوم هي في غلاء وفي ارتفاع وحنا ما عندناش دخل نهائيا، حنا عاله على الاسر ديالنا. كما كتلاحظوا جميع التخصصات العلميه وتقنيه وادبيه الحاصلين عليها شهاده الدكتوراه هادو هم ابناء الفقراء اللي جاوا من المغرب العميق، اللي جاوا من مجموعه من مناطق المغرب اللي هي نائيه، وبقى لهم المصير الوحيد اللي بقى لهم هو انهم ينضوا في الشوارع بعدما انهم جربوا المشاركه في المباريات ديال الانتقاء من داخل الجامعه، انهم كيتم الانتقاء اغلب ديال الدكاتره، وكيتم الاستحضار دائما ديال هاد اللجان ديال الانتقاء بانك كنتي كتناضل في الرباط. يعني يتم كاين دكاتره اللي تم الاقصاء ديالهم بهذا المبرر بانك كنت كتناضل في الرباط، ما يمكنش انه كاين حالات، يعني عندنا حالات دكاتره يصرحون ويؤكدون بان تم النقاش مع الطالب اللي الدكتور اللي اجتاز المباراه اللي بغى يجتاز المباراه انه كنت في شوارع الرباط كتناضل، لذلك تم الاقصاء واحد العدد ديال الدكاتره. قلنا بان هذه المعركه هي معركه مستمره من داخل شوارع الرباط، وخذنا مجموعه من المعارك، لا سواء اعتصم من داخل وزاره التعليم العالي، وقفات امام وزاره الماليه، ووقفت امام داخل البرلمان، وايضا الاضراب المفتوح امام في مقر فدرات اليسار الديمقراطي منذ النهايه ديال يوليوز وشهر غوش و13 اليوم في شهر شتنبير اللي تم تعليق ديالو نتيجه ضرب ديال الزلزال ديال الحوز. ولكن كان نحن كتنسيقيه وكمناضلين من داخل التنسيقيه ان الخطوه ديال الضرب عن الطعام هي كتفرض راسها في هدف الشهور المقبله بان التنسيقيه مستعده للعوده الى الاضراب المفتوح عن الطعام. يعني من هنا نحمل المسؤوليه لوزاره التعليم العالي، ونحمل المسؤوليه للحكومه المغربيه في عدم تفاعل ديالها مع ملف ديال الدكاتره المعطلين الذي عمر طويلا. ملف ديال الدكاتره ما عمره كانت بطاله ديال الدكاتره الا بعد مجيء الوزير الدودي في 2015، لكن المجيء ديال الوزير ديال امزازي حاول انه حل ملف ديال الدكاتره المعطلين بعنا التسويه ديال مع مجموعتين ديال الدكاتره، لكن نلاحظ حاليا التعنت ديال الوزير المراوي في عدم التفاعل ديالهم مع ملف ديال الدكاتره المعطلين. اغمى مراسلتنا للوزاره ديال التعليم العالي ومراسلتنا لجميع المؤسسات ديال الدوله.